ينضم إلينا الآن من الخرطوم أسامة أبو بكر المسؤول الإعلامي للهلال الأحمر السوداني. أستاذ أسامة أهلا بك معنا، ما جديد الوضع الصحي والإنساني في السودان؟ طبعا لا يزال الوضع الصحي في أسوأ حالاته، والوضع الإنساني بشكل عام في أسوأ حالاته. ندرت الانقطاع الماء والكهرباء حتى على المواطنين قبل ما ندخل على وضع المستشفيات، يؤثر سلبا ويزيد من تفاقم المعاناة، كما ذهب زميلي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل قليل. المعاناة تتضاعف، ويصعب أحيانا وجود توصيف دقيق يوصف حجم المعاناة. الآن يعني الناس فاض بها، يعني لا تستطيع التصرف. يعني من ناحية الذين عندهم استطاعة ولو نسبية بيطلعوا بينزحوا خارج العاصمة إلى القرى المجاورة الأكثر أمنا وهدوءا، وفي ناس بيطلعوا بهاج يعني بينزحوا إلى أقصى الشمال لمدينة وادي حلفة انتظارا لعبورهم الحدود البرية لجمهورية مصر العربية. دي أحدث تكدس كبير جدا. نحن عندنا فرعنا في الشمالية هناك، المتطوعين في منطقة حلفة بيقوموا بأعمال جيدة جدا في المناطق بتاعة انتظار الناس المنتظرين للعبور إلى مصر. طبعا حالتهم مأساوية جدا، لأنه انعدام الغذاء الكافي، لأنه القدرة بتاعت مدينة حلفة ما مستعدة كانت لاستقبال الآلاف، يمكن تحصل أكثر من 10 أو 13 أو 14 ألف شخص منتظر في المعبر للذهاب إلى مصر. دي خلفت آثار سلبية على المدينة. المدينة فيها شح في المياه، سواء كانت المياه بتاعت الاستخدام اليومي أو حتى مياه الشرب والغذاء. يعني في نذر بتاعت مجاعة لا قدر الله ممكن تحدث في هذه المدينة الحدودية نسبة لتكدس الناس. إضافة لكده الهجر النزوح للأطراف المدينة الخرطوم خارجها، سواء إلى من الناحية الجنوبية أو من الناحية الشرقية للعاصمة. نفس الحكاية، ولدت معاناة كبيرة جدا. طيب هؤلاء النازحون هل يذهبون إلى أقاربهم ربما؟ هل يجدون مأوى لهم؟ أم يعني هم يعني يفرون فقط من الاقتتال الحاصل؟ لا، هم معظم الناس بيمشوا هناك، بينزحوا للمناطق المجاورة، بيمشوا لأقاربهم، أو حتى لو ما مشوا لأقاربهم ما عندهم أقارب، المجتمعات المحلية يعني متضامنة جدا مع الوضع، وبيحاول يهيئ لهم كل سبل راحة. يعني أنا بعرف عندنا معلومات بتجينا من الأقاليم إنه شباب المنطقة وحتى كبار المناطق اللي بتستقبل نازحين من العاصمة بالعون الذاتي مع بعض بيحاولوا يهيئوا ويكرموا الناس الجايين، بيعتبروهم ضيوف عندهم، يعني بيتقاسموا معهم المعاناة. في يعني صور جميلة جدا وعظيمة جدا لتضامن الشعب السوداني مع بعضه في هذه المهنة. نعم. طيب ما هي أهم الاحتياجات، إن كان بالنسبة لهؤلاء النازحين أو بالنسبة للذين بقوا في ديارهم أستاذ أسامة؟ طبعا الاحتياجات الأساسية أول حاجة في الرعاية الصحية الأولية، لأنه برضو الزحمة بتاعت النزوح وكده بتولد إرهاق، بتولد بعض الأمراض حتى نفسيا. يعني غير الدعم الصحي البدني في الصحة النفسية، لأنه الناس أول مرة في حياتهم يعيشوا التجربة بتاعت النزوح إلى الخارج وهم معدمين، يكاد يكونوا معدمين. دي نفسها خلفت آثار نفسية عندهم. فالهلال الأحمر السوداني طبعا بدعم من مجموعات الصليب والهلال الأحمر الموجودة هنا، ودعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر واتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أصلا في تدريب في الهلال الأحمر المستمر، في كوادر متخصصة في السايكوسوشال سبورت اللي هو الدعم النفسي الاجتماعي للحالات الزي دي. معظم الحالات اللي بتكون متأثرة بالحرب أو الكوارث الطبيعية، الفئات المدنية بشكل عام بيكونوا متأثرين، بيكون عندهم مشاكل
نفسية اجتماعية، يعني مش مشاكل نفسية عميقة لكن مشاكل نفسية اجتماعية للواقع الجديد اللي اتخلق. فنحن من خلال متطوعين الهلال الأحمر هم بيحاولوا يخففوا عنهم المعاناة وفق برامج معينة وفق تعامل معين. وحاليا عندنا ناس غير الدعم للمستشفيات الموجودة، زي ما نحن قلنا في 18 مستشفى في الولاية، في الولاية الخرطوم، في أيضا في الولايات أو في المناطق النازحين لها الناس بتتحرك فرق الهلال الأحمر، سواء كان من فرع الهلال الأحمر في ولاية الجزيرة اللي هي جنوب الخرطوم أو في ولاية كسلة، في كل الولايات اللي من فلان نازحين من الخرطوم تتحرك فرق الهلال الأحمر لمساعدتهم بقدر الإمكان وقدر الإمكانيات الشحيحة الموجودة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أسامة أبو بكر، أنت المسؤول الإعلامي للهلال الأحمر السوداني، كنت معنا من الخرطوم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.